السلام عليكم. اليوم بدي اقدم لكم وصفة لذيذة جدا وصحية وسهلة التحضير، وهي زبدة الكاجو. بيلزمكم كوب من الكاجو المحمص، بتفرموه بمطحنة من النوع اللي بيناعم جيدا مثل مطحنة البن. بعد طحن الكاجو بتضيفوا ملعقة شاي من السكر وملعقة طاولة من الزيت النباتي. وذرة ملح. بترجعوا بتطحنوا جيدا بتضلكم تطحنوا حتى تحصلوا على ملمس شبيه بالزبدة تماما. كل ما طحنتوا كل ما نعم الملمس مثل هيك، وهيك بيكون صار عندكم زبدة كاجو جاهزة للاستهلاك. فيكم تاكلوا منها فورا او بعد التبريد، انا افضلها باردة. وهلا بدي اخزن زبدة الكاجو. دايما لما تخزنوا اغذي بتندهن، استخدموا مراتبين منخفضة وواسعة الفتحة مثل هيدا تماما بدون عنق. المرتبين اللي له عنق لما نخزن فيه اغذي تدهن بنصير نضطر نفوت الملعقة بزوايا وتضاريس صعبة المنال، بينما اللي بلا عنق مثل هيدا استخراج المواد منه مريح جدا. وعندي مرتبين صغير احتياط في حال الكبير ما استوعب الكمية. هلا رح اسكب زبدة الكاجو وبرجع لكم. هيك ملمسها بيكون. هلا عند التبريد حتجمد شوي اكتر. وهي الكمية اللي بتطلع اعزائي المشاهدين، مرتبين صغير من زبدة الكاجو، كان كافي لاستيعاب المقادير اللي استخدمتها بدون ما استعين بالمرتبين الصغير. وانا بنصحكم انكم تحضروا نفس الكمية، لانه زبدة الكاجو ما بيلزمكم كتير منها لما تعملوا ساندويتش، مرغة صغيرة بتكفي. وهلأ بدي بردهم وبرجع لكم بفترة التفوق. بعد عدة ساعات من التبريد بدي اعمل ساندويتش زبدة كاجو. زبدة الكاجو ممكن تدهنوها على خبزة أو كعكة وتاكلوها بدون إضافة شيء. ممكن تاكلوها على طبقة خفيفة من المربى أو مدهون الشوكولا أو دبس الخروب، أو مثل ما حأعمل هلأ بدي أسكب فوق ساندويتش طبقة خفيفة من العسل. هذا هو الملمس اللي بتحصل عليه بعد التبريد. شوي كترت بس لذيذة حتى لو كترت منها. والعسل كمان لذيذ لذيذ جدا معها. طعم شهي جدا. نكهة الكاجو قوية لأنها مطحونة، بتشعر بنفس اللذة والاكتفاء اللي بتحسوهم لما تاكلوا مدهون الشوكولا. بس نكهة الكاجو طبعا مع المحليات اللي بتضيفوها مثل العسل والدبس بيعطوها لمسة نكهة خاصة. أهم شيء إنها صحية ما فيها أي إضافات اصطناعية. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير. إلى اللقاء.